السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا كما عودتكم الاخوان باقين في مواكبه المنتخب الوطني المغربي استعدادا لكاس افريقيا 2023 واخا هو غادي يتلعب في 2024 ولكن هو راه محسوب على 2023. في هذه الحلقه عاوتاني كاينين واحد الخبيرات جداد غادي نشاركهم معكم، وفي اخر الحلقه غادي نهضر على على بعض اللاعبين ديال المنتخب الوطني بحال امرابط، ابراهيم دياز، مزراوي، غانم سيس، نايف اكرد، كاينين شي بعض الخبيرات عليهم غادي نخليو اللعابه في اخر الحلقه. اول حاجه غادي نبداو بها هي بزاف الناس كيسولوا على توني ديال المنتخب الوطني، واش غادي يتبدل، واش غادي يلعبوا بديال كاس العالم، واش نعم غادي يكون توني جديد خصيصا لكاس افريقيا، غادي تصايبوا شركه ديال بيوما. كما كتعرفوا فرا المغرب عنده شراكه مع شركه بيوما، فعلا غادي يكون توني جديد ان شاء الله. وراه كاينين بعض المنتخبات اللي بداو كيعلنوا على التونيات الجداد ديالهم بحال غانا والكاميرون كما غادي تشوفوا دابا الان في الصوره، فهذا راه هو التوني الرسمي للمنتخب الكاميروني. المغرب راه فايت خرج واحد التوني ديال التدريب والتوني حتى ديال الجمهور، راه فايت نخرجوا، ودابا الان راه حنا في الانتظار ديال توني جديد، وراه ان شاء الله منين يخرج راه غادي نشاركوا معكم ان شاء الله. الخبر الثاني هو الفيفا عزلات 7 ديال الحكام من المغرب اللي غادي يكونوا في كاس افريقيا، غادي يكونوا 7 الحكام من المغرب. غادي نهضروا دابا على الملعب اللي غادي يلعب فيه المغرب للاسم ديالو لورينت بوكو، راه هو اللي غادي تشوفوا في الصور، راه هاد الصور راه حديثه الاخوان، يلا عندها دابا شي يومين اولا 3 ايام، فهاد الصور راه حديثه. هذا هو الملعب ان شاء الله اللي غادي يلعب فيه المنتخب الوطني المغربي. كما كتشوفوا الاخوان كيبان عشب مزيان. كاين واحد المشكله الاخوان في كاس افريقيا، هو في الملاعب في الاول كتكون ملاعب الطوب، سيرتو في المباريات ثلاثه ديال دور المجموعات، من بعد دور تومون الربع تيرانات كيتجرتلو كما طرا المغرب مؤخرا في كاس افريقيا مع المنتخب المصري، فرا شتو التيران كيفاش كولا، فما كيتحملش التيران بزاف ديال المباريات. فنتمنوا من الله هذا الملعب اللي غادي يلعب فيه المنتخب المغربي ثلاثه المباريات الاولى ديالو، فنتمنوا من الله يبقى التيران مزيان. هذه هي اول حاجه، لان كما كتعرفوا عندنا لعابه كيلعبوا في تيرانات مزيانين وتيرانات كبار في اوروبا الى اخره، فملي كتجيبوا في واحد التيران عيان راه اوتوماتيكمون كينقص في العطاء ديالو. فنتمنوا من الله يكون الملعب مزيان، ما يطراش شي مشكل ولا شي حاجه، ونتمنى من الله نكونوا في المرتبه الاولى، لان بصراحه عجبني الملعب، كيبان لي مزيان وكيتهلاو فيه كيسقيو الى اخره، راه كما شفتوا في الصور. كانوا هادو هما ثلاثه كما كنقولوا ثلاثه الخبيرات على المنتخب الوطني المغربي، هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو اللاعبين. اول لاعب غادي نبدا به هو سفيان امرابط. سفيان امرابط كنت غادي ندير عليه حلقه، قلت خلي حتى يفوت كاس افريقيا وغادي نهضروا عليه غير في بضع اسطر. سفيان امرابط الان كيعاني في مانشستر يونايتد، كيعاني في صمت، ما بقاش كيعتمد عليه المدرب. لعب شي مباريات كيكون فيها مزيان، وشي مباريات كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كيكون مشلل، بعض الماتشات كاع كيخلع، فما بقاش كيعتمد عليه المدرب. وخرجوا مؤخرا لانه باش نشرحوا العقد ديال امرابط مع مانشستر يونايتد، فراه هو مشى على سبيل الاعاره مع احقيه شراء العقد، يعني غادي نجيبو كي اللي عجبتينا راه غادي نشريو العقد ديالك. دابا خرجات اخبار من مانشستر يونايتد انهم ما بغاوش يشريو العقد ديال سفيان امرابط، يعني غالبا غادي يرجع للفيورنتينا، وكاينه شي بعض الاخبار كتقول بان اسي ميلون باغي. هاد الشيء اللي طرا فيه سفيان امرابط هو الخطا ديالو والمانجر ديالو. علاش؟ لان اللاعب
هو اللي بدا كيجري وكيتقاتل باش يلعب في مانشستر يونايتد. يعني حتى الدقيقه الاخرى والمانجر كيطلع وكيهبط. يعني ماشي الفرقه اللي كتجري على اللاعب، اللاعب اللي كيجري على الفرقه، خاص الفرقه هي اللي تقاتل وتطلع وتهبط باش تجيب الخدمات ديال هذاك اللاعب. وهذا الشيء هذا راه طرا حتى مع حكيم زياش، دار المانجر ديالو كيجري مع باريس سان جيرمان وتشيلسي، حتى هي كانوا داروا ليه واحد البلان صدق ما مشاش، حتى مع السعوديه بحال المانجر ديالو كيبقى غير كيقلب ليه على شي فرقه، حتى لقاو غالاتا سراي، ورا غالاتا سراي راه مشى معاها حكيم زياش وهو فيه اصابه. هذا الشيء اللي طرا سفيان امرابط، مشى كما كنقولوا ما مشاش واحد المشي ديال العز، هذا هو المشكل. وخيرو دالين انه ما بغاوش يشريو دابا العقد ديالو. غادي ندويو على واحد الاصابه كيقال انها اصابه طفيفه خفيفه لعامل الفريق المنتخب الوطني المغربي غانم سيس، بغيناه يرجع من الاعمده ومن الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي. يقال انه اصابه، يعني لا داعي للقلق، راه مؤخرا راه ما لعبش المقابله الاخيره ديالو. نايف اكرد حتى هو عطاه المدرب واحد الراحه اولا مباراتين ما لعبش، ما كينكونش حتى في دكه الاحتياط، فعطاه المدرب واحد كما كنقولوا واحد الاجازه، فراه دابا مقابلتين ما لعبهمش نايف اكرد. ندوزو دابا المزراوي اللي ديجا دويت عليه في الحلقه السابقه. مزراوي راه باقي في الاصابه، ما خرجش شي تقرير من نادي بايرن ميونخ. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم راه ضروري غادي تجيب مزراوي وغادي دير ليه الفحوصات، يعني ماشي النادي قال لهم راه اللاعب راه، حيت هادشي راه شحال من مره طرا كيخرج النادي تي كيقول لهم راه اللاعب راه في اصابه وهادي، ولكن خاص الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تاكد بانه راه في عنده اصابه، لانه مزراوي راه من الركائز الاساسيه. غادي ندويو على يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله غادي يكون هو الاقرب بواحد النسبه ديال 100% اولا 90% الى مزراوي ما كانش، فغادي يكون يحيى عطيه الله هو المعوض ديالو. يحيى عطيه الله خدم على راسك اخويا مؤخرا، العطاء ديال كل متذبذب خصوصا من دابا هادشي ديال الشامبيونز ليغ، ويعني داخلين الوداد الان في حسابات. يحيى عطيه الله خدم على راسك، خدم بزاف، لان الا ما كانش مزراوي راه غادي يعتمد عليك وليد الركراكي في التشكيله الاساسيه في كاس افريقيا. غادي ندويو على ابراهيم دياز، خليته هو الاخر، غادي نهضروا على ابراهيم دياز. ابراهيم دياز مؤخرا خرج ليه الباسبور المغربي، ولكن راه ما غاديش نشوفوه في كاس افريقيا، غادي يبقى مع نادي ريال مدريد، لانه انشيلوتي المدرب ديال ريال مدريد انشيلوتي تاق فيه وعطاه واحد الفرصه بعد ما تصاب فينيسيوس جونيور. فرا دياز دابا راه كيلعب تقريبا رسمي مع ريال مدريد، والعطاء ديالو راه ما شاء الله تبارك الله، يعني راه ما غنشوفوش في كاس افريقيا، واخا دا من خارجين كيغوتو راه خداك باسبور، راه هادي راه ما غاديش يكون. وواحد النقطه غادي نقول، واحد النقطه وبزاف ديال الناس ما غاديش تعجبهم، ولكن هذه هي الحقيقه. راه ابراهيم دياز راه لا تربطو حتى شي حاجه مع المغرب، راه ما زيد في المغرب، ما راه عنده حتى شي حاجه، حتى الاصول ديالو راه ما عنده حتى شي علاقه مع المغرب. زيد على ذلك ان باه الاب ديالو راه ما باغيش يلعب في المغرب صدق او لا تصدق، راه باغي يلعب مع منتخب لاروخا، المنتخب الاسباني، والمدرب ديال المنتخب الاسباني راه حاط عيني على ابراهيم دياز. ايوا خداو لامين يامال، ابراهيم دياز دابا راه في الشك، يعني ماشي 100% غادي يلعب للمغرب باش نكونوا واقعيين. واخا خرج ليه الباسبور، واخا واخا واخا، فراه اللاعب باقين عليه علامه استفهام كبيره. هادشي اللي كان الاخوان في هذه الحلقه هذه، نتمنى من الله تكون نالت اعجاب ديالكم، ولا كان شي خبر جديد او شي حاجه راه ضروري غادي نبارطاجيه معكم. واخر حاجه اللي غادي نقول لكم كما العاده، السلام عليكم.